السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا، بداية نرحب بحضراتكم جميعا السادة المحامين الأفاضل، ونرحب بكل المهتم بالشأن القانوني في ربوع مصر من خلال قناة المحامين تي في على اليوتيوب والتابعة للموقع الرسمي لنقابة المحامين. بداية احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة. الموضوع ده سبق وأن قمت بإعداد بحث فيه قبل كده، والحمد لله لقى قبول ورواج لدى السادة المحامين في نجاح لم أكن أتوقعه، فحبينا أن احنا نعمله في على الموقع الرسمي لنقابة المحامين على اليوتيوب. في باختصار شديد جدا هنحاول إن شاء الله نختصره. الموضوع ده مهم جدا، وكثير وفي كثير من السادة الزملاء المحامين ما عندهمش خبرة كبيرة او خبرة عملية، وكثير من المحامين بتقع في مشاكل فيه، سواء امام محكمة القضاء الاداري، امام هيئة المفاوضين، دور هيئة المفاوضين بتعمل ايه، المحكمة الادارية، المحكمة التأديبية، المحكمة الادارية العليا، والفرق ما بين كل محكمة ايه، والشق المستعجل والشق الموضوعي، والطعن في الاحكام بيكون ازاي، محكمة القضاء الإداري بنطعم فين. كل ده إن شاء الله هنحاول نوضحه باختصار شديد جدا لحضراتكم في خلال هذه الحلقة إن شاء الله. بداية الموضوع، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة. مجلس الدولة هو هيئة قضائية مستقلة طبقا للمادة 190 من الدستور، هو هيئة قضائية مستقلة، نص على ده الدستور صراحة. طيب، ده تعريف مجلس الدولة. تشكيل مجلس الدولة، مجلس الدولة بيتألف من ثلاث أقسام: القسم القضائي، ثلاث أقسام: القسم القضائي، وقسم الفتوى، وقسم التشريع. القسم القضائي بيتألف من خمس محاكم، القسم القضائي اللي احنا بنتعامل معاه من خمس محاكم. رقم واحد اللي هي أعلى قمة الهرم محاكم مجلس الدولة، المحكمة الإدارية العليا. اثنين، محكمة القضاء الإداري. ثلاثة، المحكمة الإدارية. أربعة، المحكمة التأديبية. خمسة، هيئة مفوضي الدولة. يبقى دي أقسام محاكم مجلس الدولة اللي هي القسم القضائي. طيب، بالنسبة للقسم القضائي ده اللي احنا كمحامين شغلنا معاه وبنشتغل قدامه، لأن قسم الفتوى وقسم التشريع احنا ما بنشتغلش، ده دورهم بيقتصر مع الجهات والهيئات الحكومية. القسم القضائي قلنا يتألف من خمس محاكم: إدارية عليا، قضاء إداري، محاكم إدارية، ومحاكم تأديبية. هنحاول باختصار نوضح الخمس محاكم، ولنبدأ مثلا بهيئة المفوضين. هيئة مفوضي الدولة، دور هيئة المفوضين إيه؟ دور هيئة مفوضي الدولة طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 بيكون دور تحضيري، دور استشاري. يعني بتقوم هيئة قضايا الدولة بتحضير الدعوة وتهيئتها تمهيدا للفصل فيها أمام المحكمة. يعني بيتم تحديد دعوة أمام هيئة، تحديد جلسة أمام هيئة المفوضين، بيتم تقديم المستندات من قبل المدعي والجهة المدعي عليها، سواء كانت جهة إدارية وده في الغالب الأعم. وبعد كده يتم حجز الدعوة للتقرير، حجز الدعوة للتقرير وليس الحكم، لأن هيئة المفوضين ما بتصدرش أحكام، وده خطأ كبير جدا كتير من السادة المحامين بيقع فيه. هيئة المفوضين ما بتصدرش أحكام، إنما تقرير، بنطلب حجز الدعوة للتقرير. بعد كده بيتم إعداد وكتابة التقرير من قبل الدائرة. بعد إعداد التقرير بيتم إرسال الملف الدعوة مرفقا به تقرير هيئة المفوضين. تقرير هيئة المفوضين هو استشاري وغير ملزم للمحكمة، استشاري وغير ملزم للمحكمة، يعني للمحكمة الأخذ به أو عدم الاعتداد به. لكن مهم جدا لو التقرير جه ضد المدعي، يعني ضده، فبالتالي ممكن أنا أشوف العوار اللي شاب إجراءات الدعوة بتاعتي أو المستندات اللي أنا عجزت عن تقديمها، وأجي قدام المحكمة عشان أتفادى أن يصدر حكم ضدي، وأبدأ أعدل من مستنداتي أو من شكل الدعوة إذا كان هناك خطأ في صحيفة الدعوة أو في الإجراءات. ده رقم واحد. رقم اتنين، في تشكيل محاكم مجلس الدولة، المحكمة التأديبية.
المحكمة التأديبية بيكون دورها النظر في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموميين، دورها سواء طعن على قرار تأديبي صادر من نيابة إدارية بيطعن الموظف أو المحال أمام المحكمة التأديبية، أو أحيانا أخرى بتحيل النيابة الإدارية الموظف للمحكمة التأديبية، وده بتسمى دعوة وليس طعن، لأن الدعوة بتحيلها النيابة الإدارية وهي المختصة والمنوط بها قانونا مباشرة الدعوة التأديبية أمام المحكمة التأديبية. في عندي محكمة نوعين من المحكمة التأديبية، محكمة تأديبية للمستوى الإدارة العليا ومحكمة تأديبية للمستوى الأول والثاني والثالث. التبع الاختصاص هنا بيتحدد مستوى إدارة عليا ولا مستوى أول وثاني وثالث طبقا للموظف الأعلى، طبقا لدرجة الموظف الأعلى. يعني لو موظف درجته الوظيفية مدير عام فما فوق ومعاه ناس درجة أقل، يبقى المحكمة التأديبية المختصة هنا المحكمة المختصة هنا هي المحكمة محاسبة أعلاهم، يعني أعلى واحد فيهم هي المحكمة المختصة بها. المحكمة هنا بتكون محكمة الإدارة العليا. الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بيكون قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. الحكم الصادر، وده جزئية مهمة جدا، الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بيكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوم. حدود القانونية للمحكمة التأديبية إيه؟ دورها إيه؟ بعد إحالة الملف من النيابة الإدارية بيتم تحديد جلسة لنظر الدعوة المحالة من النيابة الإدارية. بعد تحديد الجلسة بيحضر المتهم المحال اللي هو هنا الموظف، وبيتم إبداء كافة الدفوع المتاحة له طبقا للقانون. هي بتعادل برة محكمة الجنايات أو محكمة الجنح الشق الجنائي، لكن ده شق تأديبي وهو شق مهم جدا وخطير بالنسبة، قد يطيح بالموظف خارج الشغل، قد يتم إنهاء خدمة الموظف وتملك المحكمة في المخالفات المالية الجسيمة. ده المتهم المحال هنا له كافة الصلاحيات، حق المحكمة هنا تسمع الشهود طبقا للقانون الإثبات، حق المحكمة إن هي إذا رأت إن في مخالفة جنائية حق المحكمة إن هي تفصل في الدعوة أو توقف الدعوة التأديبية لحين الفصل في الدعوة الجنائية وتحيل هذه الدعوة للنيابة العامة إذا كانت هناك مخالفة جنائية. تملك المحكمة التأديبية أن إذا رأت أن هناك مخالفات أخرى على موظفين آخرين غير مدرجين في قرار الإحالة، تملك المحكمة التأديبية أن تحيل موظفين آخرين وتدرجهم في قرار الإحالة، ولكن بشرط أن تعطيهم فرصة ومهلة كافية لإبداء دفاعهم ودفوعهم. تملك المحكمة التأديبية أيضا أن تضيف وقائع جديدة لم ترد في أمر الإحالة. تملك المحكمة التأديبية أن تضيف وقائع جديدة لم ترد في أمر الإحالة إذا رأت أن هناك مخالفات مالية وإدارية لم ترد في أمر الإحالة الوارد إليها من النيابة الإدارية. المحكمة هنا بتضيف هذه الوقائع الجديدة وبشرط أن تعطي هذا المتهم المحال اللي هو الموظف مهلة كافية لإبداء دفوعه ودفاعه أمام المحكمة في الاتهام الجديد اللي المحكمة قالت عليه. رقم 3، المحكمة محكمة الإدارية. المحكمة الإدارية بس، لأن عندي محكمة إدارية عليا. المحكمة الإدارية العليا دي جهة الطعن اللي هي بتعادل في المحاكم العادية بتعادل محكمة النقض. ففي فرق ما بين المحكمة الإدارية بس وفرق ما بين المحكمة الإدارية العليا. احنا بنتكلم في المحكمة الإدارية بس اللي هي الدرجة الأقل من محكمة القضاء الإداري. المحكمة الإدارية بس بتنظر، أو اختصاصها بيكون ثلاث حاجات. بتنظر الدعاوى الخاصة بالموظفين ذات المستوى الوظيفي طبقا للقانون القديم اللي هو العاملين المدنيين، كان بيقول
الدرجة الثانية، بدأ من الدرجة الثانية، الدرجة الثانية الثالثة الرابعة بيكون الطعن على هذه القرارات التأديبية أو الصادرة بإنهاء الخدمة أو الفصل أو 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 الأحقية في مطالبات مالية بالنسبة لهؤلاء الدرجات الوظيفية، بيكون أمام المحكمة أمام المحكمة الإدارية. لكن جه قانون الخدمة المدنية الجديد 2016 وقال إن المحكمة الموظف الدرجة الوظيفية الثانية بيكون أمام المحكمة الإدارية. قبل كده كان بيكون أمام الطعن بتاعه أمام أو رفع الدعوة أمام محكمة القضاء الإداري، لكن قانون الخدمة المدنية الجديد عدل وضاف وقال إن المحكمة الإدارية بيكون طعن موظف الدرجة الثانية أمام محكمة التأديبية، وبيكون الطعن على القرار خلال 60 يوم. طب إجراءات رفع الدعوة إيه أمام المحكمة الإدارية؟ هي صحيفة دعوة عادية جدا فيها إعلان مرفق بتشتمل على كافة الوقائع، والقانون بيشترط أن يكون توقيع محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الابتدائية طبقا للمادة 58 من قانون المحاماة، لأن المحكمة الإدارية بتوازي المحكمة الابتدائية في المحاكم العادية، المحكمة الإدارية بتوازي المحكمة الابتدائية في المحاكم العادية. يبقى توقيع الصحيفة بيكون لمحامي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أي قيده ابتدائي طبقا لكارنيه صادر من نقابة المحامين، ونفس الإجراءات اللي هي بتكون أمام محكمة القضاء الإداري نفس الإجراءات ما عدا بس الشكل بتاع توقيع المحامي. طيب الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بيكون فين؟ لما بيصدر حكم ضدي بطعن بروح فين؟ الطعن بيكون خلال 60 يوم من تاريخ الحكم، وبيكون أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية. يعني الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بيتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية، أي تتحول وتصبح محكمة القضاء الإداري هنا محكمة ثاني درجة وليس محكمة أول درجة، أي محكمة طعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية. طب الطعن بيكون من تاريخ الحكم خلال 60 يوم. طيب ماذا عن مصير الحكم الصادر لصالح الموظف؟ هل الطعن بيوقف التنفيذ ولا لا؟ حقيقة طبقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72، طبقا للمادة 50 ان الطعن لا يوقف تنفيذ الاحكام، يعني بمجرد صدور الحكم بعد كتابة الحكم وتوقيعه من السيد رئيس الدائرة بيؤخذ على الحكم الصيغة التنفيذية وبيتم التنفيذ فورا حتى ولو تم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية. يبقى إذن نستفاد أن الطعن على الحكم لا يوقف التنفيذ بعكس القضاء العادي برا، لو حكم صادر من محكمة ابتدائية وهعمل طعن في الاستئناف العالي الطعن الاستئناف بيوقف. قانون مجلس الدولة ما بيقولش ده، قانون مجلس الدولة أحكامه نافذة فورا إلا إذا رأت الدائرة الأعلى اللي هي محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية وأمرت بوقف التنفيذ في شق مستعجل ده كلام تاني، لكن إذا لم تأمر الدائرة بوقف تنفيذ الحكم، دائرة الطعن بوقف تنفيذ هذا الحكم، الحكم ساري وينفذ تنفيذا كاملا وفقا لما انتهى إليه المنطوق وانتهت إليه حيثيات هذا الحكم. ده المحكمة الثالثة. عندي المحكمة رقم 4 محكمة القضاء الإداري، وده أغلب القرارات الإدارية بتكون أمامها محكمة القضاء الإداري بتنظر. طب اختصاصها إيه؟ اختصاصها بالنسبة للموظفين الدرجة الوظيفية الأولى، كان قبل كده قانون العاملين المدنيين الدرجة الأولى والثانية، لكن قانون الخدمة المدنية 2016 بيقول إن طعن الموظف بيكون أمام محكمة القضاء الإداري الموظف اللي هي درجته الوظيفية الدرجة الأولى فقط. ده الاختصاص الأول. الاختصاص الثاني محكمة القضاء الإداري اختصاصها الثاني بيكون على نظر الطعون الصادرة من أحكام محكمة الإدارية ولكن بهيئة استئنافية، أي تصبح محكمة القضاء الإداري هنا محكمة طعن. يبقى ده الاختصاص الثاني. الاختصاص الثالث وده مهم جدا اللي هو نظر الطعون الأفراد
نظر طعون الأفراد على القرارات الإدارية، سواء انتخابات، محليات، جنسية، ضرائب، كل اختصاصات القرارات الإدارية بيكون الطعن عليها طالما مش متعلقة بموظف بيكون أمام محكمة القضاء الإداري. في دوائر في القاهرة هنا في الديوان العام مجلس الدولة، وفي في الأقاليم اختصاصات دوائر قضاء إداري. يبقى الطعون على القرارات الإدارية النهائية بيكون أمام محكمة القضاء الإداري الصادرة ضد الأفراد، سواء صادرة من وزير، من رئاسة الوزراء، من محافظ، من حي، من محافظة، كل ده بيكون الطعن على مثل هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري. والاختصاص الثاني زي ما قلنا طعن على نظر الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. رقم 3 نظر طعون الموظفين العموميون بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولى. ده اختصاص محكمة القضاء الإداري. طيب دور محكمة القضاء الإداري عند نظر موضوع الدعوة إيه؟ محكمة القضاء الإداري يجوز إن أنا أكتب أو أطلب من المحكمة شق مستعجل، وده يجوز الشق المستعجل برضو إن أنا أطلبه في صحيفة دعواي أمام محكمة الإدارية. يجوز إن أنا أطلب شق مستعجل. في الشق المستعجل تفصل فيه المحكمة على استقلال إما بوقف التنفيذ أو إما بالرفض، إما بوقف التنفيذ أو الرفض، أو أحيانا أخرى إذا لم يحضر المدعى ويباشر الشق المستعجل أمام المحكمة المحكمة بتحيل الشق المستعجل إلى دائرة الموضوع لكتابة تقرير في الموضوع، وبعد كتابة التقرير من هيئة المفوضين بيحال الملف مرة أخرى أمام المحكمة القضاء الإداري على حسب الدائرة المختصة بنظر الموضوع، لأن كل دائرة ليها اختصاص. الجمعية العمومية لمجلس الدولة كل دائرة ليها اختصاص بنظر موضوعات معينة. يعني عند دائرة الحقوق والحريات الدائرة الأولى، عندي دائرة النقابات، عندي دائرة التعليم، عندي دائرة التراخيص، في دوائر كتير جدا، عندي دوائر الضرائب، أربع ضرائب، أربع دوائر. فكل دائرة بتنظر الموضوع على حسب اختصاصها طبقا لاختصاص الجمعية العمومية اللي بيصدر كل عام. يبقى لو الدعوة تضمنت شق مستعجل بتنظر فيها المحكمة، لو صدر حكم في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار ينفذ القرار فورا طبقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة. حتى لو تم الطعن على هذا الحكم الصادر في الشق المستعجل من الجهة الإدارية الصادر ضدها هذا الحكم، الطعن لا يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الشق المستعجل إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون بوقف التنفيذ. طعن بيكون خلال مدة قد إيه؟ بيكون خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم في الشق المستعجل. يعني للجهة الصادر ضدها هذا الحكم أن تطعن خلال 60 يوم أمام المحكمة الإدارية العليا. يبقى أحكام محكمة القضاء الإداري طعن في أحكامها بيكون أمام المحكمة الإدارية العليا. طيب إذا قضت المحكمة برفض الشق المستعجل، وفي أحيانا كثيرة أن المحكمة بتدي رفض للشق المستعجل، هنا اللي بيتم إحالة الملف الدعوة إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقرير وتهيئة الدعوة وتقديم المستندات. بعد كتابة التقرير وحجز الدعوة للحكم وحجز الدعوة للتقرير بيتم إرسال ملف الدعوة مرفقا به تقرير هيئة المفوضين، ويرسل الملف مرة أخرى للمحكمة. بعد كده بعد كتابة التقرير بتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوة في الموضوع ليس في الشق العاجل. وده خطأ كبير جدا برضو في بعض من السادة الزملاء بيقع فيه، إن بعد كتابة التقرير ما فيش حاجة اسمها شق مستعجل. طيب صدر حكم سواء لصالح المدعي أو ضده، الطعن بيكون خلال 60 يوم من تاريخ الحكم الصادر في الشق الموضوعي، خلال 60 يوم أمام المحكمة الإدارية العليا. ولو حكم صادر لصالح المدعي بتأخذ على هذا الحكم الصيغة التنفيذية، ولأن أحكام مجلس الدولة طبقا زي ما قلنا من شوية طبقا للمادة 50 من القانون 47 واجبة النفاذ فورا وبتنفذ، ويؤخذ الحكم الصيغة التنفيذية حتى لو الجهة الصادر ضدها هذا الحكم طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا. طيب الإجراء شكل مهم جدا، التوقيع على صحيفة الدعوة. القانون بيشترط طبقا للمادة 58 من قانون المحاماة، القانون بيشترط أن يوقع على صحيفة الدعوة محامي مقيد أمام محكمة
مقيد بالاستئناف، ومحكمة القضاء الإداري بتوازي بره في المحاكم العادية محكمة الاستئناف العالي. فبالتالي لابد، وده شرط جوهري متعلق بالنظام العام، لابد من توقيع محامي قيد استئناف على صحيفة الدعوة المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري، وإلا سيقضى ببطلان صحيفة الدعوة لعدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة طبقا للمادة 58 من قانون المحاماة. أخيرا، أعلى محاكم مجلس الدولة محكمة الإدارية العليا، وهي بتوازي في المحاكم العادية محكمة النقض، محكمة الإدارية العليا. وبالتالي طالما أن هي بتوازي محكمة النقض، بيستلزم القانون وبيشترط القانون أن يوقع على الصحيفة محامي نقض وليس محامي استئناف أو ابتداء، وده برضو شرط جوهري جدا، وإلا سيقضى ببطلان صحيفة الطعن، شرط جوهري متعلق بالنظام العام طبقا للمادة 58 كما أشرنا وتحدثنا في هذه الجزئية. محكمة طب الإجراءات إيه أمام إجراءات رفع الطعن إيه؟ بيتم إيداع صحيفة الطعن موقع عليها من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وده شرط جوهري ومهم جدا عشان محدش يقع في مثل هذا الخطأ الشكلي. بعد كده بيتم سداد الرسوم وإيداع الطعن. بعد الإجراءات الشكلية في قلم الكتاب، بيتم إرسال الملف الجدول لهيئة مفوضية الدولة، هيئة مفوضية الدولة التابعة للمحكمة الإدارية العليا، لأن كل محكمة ليها هيئة مفوضية تابعة ليها. فهيئة المفوضين بيقوم قلم الكتاب السكرتارية بضم ملف الدعوة المطعون على حكمها. بعد الضم بيتم تحديد جلسة لنظر الطعن بعد ضم، وده شرط وده مهم جدا، ان لازم يتم ضم ملف الدعوة المطعون على حكمها. بعد الضم بتحدد هيئة مفوض الدولة امام المحكمة الإدارية العليا جلسة لنظر الطعن، ولو في مستندات جديدة احنا بنقدمها، لو في مذكرات او اي حاجة بتؤيد موقفنا القانوني ايه، سواء مستندات او مذكرات او اي اوراق. بعد كده بيتم حجز الدعوة للتقرير، وبيتم كتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوة، وبيتم إحالة ملف الدعوة مرفق به تقرير هيئة المفوضين إلى دائرة الفحص، وده الاختلاف الجديد اللي مش موجود في كل محاكم مجلس الدولة التانية اللي هي محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية أو الكلام ده كله. دائرة فحص الطعون ودورها إن هي زي ما بنقول بالبلدي بتغربل الطعون، بتشوف الطعن الصالح إيه اللي هو له موقف قانوني قوي جدا بتنظره، يعني دائرة الفحص بتنظر كل الطعون، لكن دائرة الموضوع ما بتنظرش كل الطعون. ازاي الكلام ده كله؟ ده اللي احنا هنوضحه في خلال الوقت الصغير المتبقى. دائرة الفحص بعد ان يرد اليها ملف الدعوة مرفق به تقرير هيئة المفوضين، بتنظر الموضوع من اول وجديد، وتشوف مدى جدية الطعن. مدى جدية الطعن ايه؟ هل الطعن اللي له جدية كبيرة؟ هل في خطأ كبير استند ليه الطعن في طعنه، وان الحكم المطعون عليه خالف القانون في سبب او اكثر؟ ومن هنا بتبدا زي ما نقوله الموضوع من اول وجديد امام المحكمه، دائره فحص الطعون بالمحكمه الاداريه العليا. بعد جلسه او اثنين او ثلاثه على حسب نظر الطعن، بيتم حجز الدعوة للحكم أمام دائرة فحص الطعون. هنا بتشوف دائرة فحص الطعون موقف الطعن إيه. لو لقت الطعن غير جدي بيتم رفض الطعن بدون أن يحال إلى دائرة الموضوع. يعني دائرة فحص الطعون هنا هي اللي بترفض الطعن، والقانون بيديها الحق إن هو تملك ما دائرة فحص الطعون إن تدي الرفض بموجب قرار وليس حكم. قرار في محضر الجلسة هتثبته سواء مسبب أو غير مسبب على حسب ما كما يتراءى لدائرة فحص الطعون. طب إذا كان الطعن فيه جدية وإن الحكم المطعون عليه خالف القانون في أكتر من سبب، هنا بتقوم دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع.
إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، ودائرة الموضوع هنا الطعن بياخد قدامها جلسة أو اتنين، لأن بيكون الملف جاي جاهز قدام دائرة الموضوع، وبتشوف الموضوع إيه، تحجز الطعن للحكم. إذا كان في جدية ممكن المحكمة تلغي تقبل الطعن شكلا وتلغي الحكم المطعون عليه، أو ممكن تعدل الحكم، أو ممكن بعد إحالة الطعن لدائرة الموضوع ممكن تدي الطعن رفض. مش معنى ان دائرة الفحص احالت الطعن الى دائرة الموضوع يعني الحكم هيتلغي، لا، وارد، وفي احكام كتير جدا بيصدر فيها احكام بالرفض، برفض الطعن بعد ان يتم احالة الطعن من دائرة فحص الطعون. طيب، هل مدى جوازية الطعن في احكام المحكمة الادارية العليا؟ لا يجوز الطعن في حكم المحكمة الادارية العليا زي حكم محكمة النقض بره، لا يجوز الطعن فيه مطلقا، لان ده قمة الهرم لمحاكم مجلس الدولة، خلاص هو مفيش اي طعن تاني في حكم المحكمة الادارية العليا نهائي، مات، مفيش اي طريق او اي وسيلة للطعن على حكم المحكمة الادارية العليا الا حالة واحدة بس، اثناء واحد، اذا كان هناك تعارض حكمين صادرين من المحكمة الادارية العليا بيتم تقديم طلب وبينظر الموضوع من اول وجديد، والقانون بيقول ان هو بتنظر الطلب ده دائرة بتشكل من 11 مستشار بالمحكمة الإدارية العليا، وان يصدر الحكم بأغلبية اراء 7 اعضاء على الاقل. ده الحالة الوحيدة اللي ممكن في حالة تضارب حكمين صادرين من المحكمة الإدارية العليا وخالفت المحكمة الإدارية العليا المستقرة عليه في احد احكامها، مستقر عليه في احكام المحكمة الإدارية العليا، ده له حالة الوحيدة. لكن قولا واحدا، احكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وغير قابلة للطعن امام اي جهة او غير قابلة للطعن امام اي محكمة. الحالات اللي بتنظر فيها المحكمة الإدارية العليا او اختصاصها ايه، اختصاص المحكمة الإدارية العليا ايه؟ المحكمة الإدارية العليا مختصة بالطعن في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا مختصة بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية طعنا على أحكام الصادرة من المحكمة الإدارية. آخر حاجة، المحكمة الإدارية العليا مختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، طعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية خلال 60 يوم بناء على طلب رئيس هيئة مفوضي الدولة للعامل المفصول، وبناء على تقديم طلب من العامل الذي قضت المحكمة التأديبية بفصله وإنهاء خدمته، بيكون الطعن على مثل هذه الأحكام. الموضوع باختصار جدا، يعني أتمنى أكون وفقت لما فيه الخير لزملائي، حاولنا نضغط الموضوع كبير جدا، حاولنا نضغطه بالشكل على حسب وقت الحلقة، لكن إن شاء الله بإذن الله يكون حاجة كويسة ونقدر نستفاد منها كلنا إن شاء الله بإذن الله. شكراً.